الريفيو كله عن الكتراكت. الكتراكت من المواضيع اللي اغلب الريفيوز ما يتكلمون عنها ان ديتيلز، وتجي كثير يعني لا يمكن يجيك اختبار انتيرو سيجمنت بدون كتراكت. وزي ما انتم عارفين الامريكان اكاديمي يعني كتاب كامل عن الكتراكت، فقسمتها بري اوبرتيف وانترا اوبرتيف بوست اوبرتيف. بس عشان الوقت، لان ما عندنا وقت الا يمكن ساعه الى ساعه ونص ماكسيمم، باخذ بس الار 4 يصيرون يجاوبون ولا ار 3، ولكن البرايورتي للار 4 لانها كلها اسئله هذه البورد. يعني انا حاولت اجمع لكم الاسئله اللي ممكن تجي في البورد او جت قبل، فابغى الار 4 واللي مثلا ار 1 وار 2 بس تعلموا هاو تو انسر وهاو تو اورجنايز يور سيلف من الار 4 ومن الدسكشن. يعني الحالات ممكن تشوفون انها فيها شوي صعوبه، ولكن على الاقل القطوا منها اللي تقدرون، وان شاء الله مع الوقت تتعلمونها كلها. بالنسبه للجونيورز، السينيورز المفروض انك تدخل الاختبار الاورال انت عارف 90% من المعلومات اللي هنا تلقاها. ف ودي بس لو احد من الار 4 بس يبدا معي. هلا بدر. السلام عليكم، كيف حالك دكتور؟ حياك الله، كيف حالك؟ يعطيك العافيه دكتور، جزاك الله. طيب بدر، اختر ما تبغى، بري اوب ولا انترا اوب ولا بوست اوب، اختر واحد منها واختر رقم. طيب انترا اوب نمبر 7. طيب خليني اياها اطلع لك انترا اوب رقم 7. طيب طيب سلمك الله. نيم ذس بروسيجر. اوكي، ذس از انترا كابسولار كاتراكت اكستراكشن. اكسلنت اكسلنت. طيب mention one indication for this surgery، يعني current indication. Maybe zonular weakness, very large zonular weakness. Excellent. A. Excellent. With mature cataract. فلازم الاثنين يصيرون مجتمعين. هذا أكثر الكونسلتنس الحين يشوفون إنه this is the only indication for ICCE، وبعضهم يقول لك I will not do ICCE حتى في هذه الحالة. بس إنه مثلا لو في مثلا mild zonulopathy ولا significant zonulopathy بس soft cataract they will go for phaco، عرفت؟ فلازم تصير mature و significant zonulopathy to go for ICCE. This is the indication now. بس أول كان لها multiple indications. Okay. Exactly. طيب تعرف يطلع لك الارو، هذا وشو؟ Maybe this is the cryo probe. Excellent excellent. طيب ما شاء الله عليك، انت جاوبت اكثر الاسئله. طيب تعرف التكنيكس حقت this procedure؟ Okay, we usually first after doing the draping and the cleaning of the patient in a standard fashion way, we create an ECC incision. كمل الانسجن حقها، هل هي اي سي سي اي ولا لارج ذان اي سي سي اي؟ يوجوالي 8 تو 10 ملم، يعني تقريبا من 9.5 الى 2.5. يعني المفروض انه لارجر لانك انت بتاخذ اللينس مع الكبسول. فهمت علي؟ طيب التكنيكس عشان بس اقول لك، فيه الكرايو، فيه تكنيك اسمه سميث انديان ميثود اللي هي بريشر كاونتر بريشر، وفي الواير فيكس والدايركت اكستراكشن مع فورسبس، يعني تحط تحتها فيسكو وتدخل وتسحبها بفورسبس. فهذه التكنيكس، ولكن الموست كومن تكنيك نفس اللي في الصوره هذه اللي هو الكرايو زي ما انت جاوبت. اوكي طيب بالناحيه الاي او ال، وات ار ذا اوبشنز ذات يو هاف فور ذيس بيشنت؟ اوكي since we don't have an intact capsule in such surgeries, we can proceed with the iris fixated IOL او ال or sclera fixated IOL او ال or ACIOL or ACIOL. Yes, iris fixated IOL. Okay. Or do you mean angle support IOL? اي الايرس فيكسيت، لما تقول ايرس فيكسيت غالبا انه برضه في ناس بيفهمونها انك ممكن انت تخيطها يعني 3 بيس وتخيطها في الايرس. اي فانت لازم تبين لان في ACIOL، في ايرس فيكسيتد، في سكليرال فيكسيتد، ويو كان كيب ذا بيشنت افيكت. طيب ولكن اهم شيء والتريك في الموضوع انك ما تقول سلكس. إذا قلت سلكس معناها أنك أنت ما تعرف وش هي البروسيجر، بس أنت ما شاء الله عليك يعني جبتها على طول. طيب الكومبليكيشنز، mention two complications بس. أوكي، سوبراكرويدال هيموريج
وإيش؟ vitreous prolapse. إيه يعني retinal detachment برضو. Exactly. طيب في special type أو special name of أو entity for for corneal edema after ICC. تعرف وش اسمه؟ مكتوب في الأمريكان أكاديمي. براون ماكلين. ما شاء الله عليك. لا أنت ما شاء الله معدي البورد خلاص. هذه كل الأسئلة اللي ممكن تجيكم على الاي سي، يعني دخلنا ترى لدرجة إنه حتى التكنيكس قلناها، يعني ما في أي شيء ثاني بزيادة تقريبا بيسألونكم عليه. طيب والكومبليكيشنز غطيناها والآي أو إل غطيناها، فكل شيء ما شاء الله عليك أنت غطيته كل شيء. بس ممكن يقول لك مثلا سؤال بطريقة ثانية، ممكن يقول لك وش السبيشال إنسترومنت اللي يو مايت يوز إت فور ذا آي سي، وأنت قلتها الكرايو. فيعطيك العافية يا بدر، ما شاء الله عليك 100%. جزاك الله خير. طيب هذه خلصناها. في أحد ثاني R4؟ اللي يبغى بس يرفع يده بس عشان أسوي له أنميوت ويبدأ. طيب أنا قاعد أضغط أنميوت. السلام عليكم. هلا حياك الله، كيف حالك ريم؟ بس في معي. الحمد لله تمام، أنت كيف حالك؟ الله يعافيك. ريم اختاري، تبغين بري اوب ولا انترا ولا بوست؟ بوست. طيب اي واحد؟ 9. دقيقه لازم اشيل هذه بس شوي. الله يستر. يلا هذا بوست اوب دي 1 جاك الاي او بي 3. بوست اوب اوف وات؟ كاتراكت. فيكو. كلها كاتراكت، كلها فيكو. اوكي. طيب ايش مطلوب مني؟ اي دقيقه. طيب الحين جاك البيشنت الاي او بي 3، سو وات يو ويل دو فور ذيس بيشنت، وات يو ويل اكزامين فور، وات از يور ديفرنشال دايجنوستس فور ذيس بيشنت. اوكي دو يو وانت مي تو جو تو ذا هول ابروتش هيستوري اكزام ولا على طول؟ لا لا اعطيني مثلا وش الاشياء اللي في بالك، يعني لما okay. واحد دي 1 بوست فيكو والاي او بي فيري لو، لنفرض انه نوت ريكوردبل، يعني 2 ولا 1 ولا 3. Okay, so my first differential is post-operative leak. أي one more time. هذا البيت المودي. أي second operative إنه second is suprachoroid ال suprachoroid serous effusion retinal detachment. ممكن يكون even during the intra op there was the no fluid was supplemented in the anterior chamber. لا الاي سي فورد وما لقينا عنده retinal detachment. هذا المريض فحصناه ما في retinal detachment. ممكن ciliary body dysfunction. في شيء اهم يعني هو شيء في الانجل قريبه انت مره منه. I did dialysis or cyclodialysis. Cyclodialysis cleft. Cyclodialysis cleft, yeah. Hey, for cyclodialysis cleft, what you will do for this patient? يعني أول شيء وش الأشياء اللي تبغين تفحصينها، وبعدين how to approach this patient. فالأشياء اللي إذا جات عندك cleft، يعني وش تبغين؟ You want to rule out what? I want to rule out retinal detachment. Iris. So if I put the IOL, I would also look. I want to look at the centration of the IOL. I want to look at the angle and see how much of the cycle. So how much of the ciliary body was detached. I want to do UBM. So in gonio UBM, the retina, بتشوفين فيها شيء ثاني؟ شيء يطلع بعد فترة كذا عندهم. ماكيلوباثي. هاي بوتنس ماكيلوباثي. اوكي يس يا. طيب ف وات ار ذا اوبشنز اوف تريتمنت فور سوتش بيشنت؟ يعني لنفرض الحين جاك وانت خلاص يو ليبل ذيس بيشنت از سايكلوديالس كليف، فوش بتسوي له؟ اوكي يو اوبزرف، يو ويل جيف ميديكيشن، يو ويل دو سيرجري، وات يو ويل دو؟
I will give topical medication of cyclopegia. Atropine would be a good example. And I would stress on the patient that if he ever develops high intraocular symptoms of high intraocular pressure, to come immediately at the ER, because they are prone to have intermittent sudden onset of closure of the cyclodiasis cleft. I would also give. You would observe the patient. يعني now you are observing with medical treatment. أي for how long? This is a good question. I don't know honestly. طيب هو 6 to 8 weeks المفروض. Okay. بعدها خلاص أنت you will go for intervention. فلما نرجع الحين للجونيو. ففي الجونيو أنت وش بتشوفين في الكليفت اللي يحدد يعني التريتمنت اوبشن حقك. A degree of the cyclodialysis. Excellent. يعني الاكستنشن والديبث برضو حق الكليفت نفسه. لان انت طيب قولي لي وش الاوبشنز اللي ممكن تسوينها؟ In surgical management. اي يعني انت لنفرض you observe this patient 6 weeks and no improvement still IV is 4. I could insert viscoelastic in the anterior chamber to increase the IOP. إيه بس عند ال AC4 إيه يعني ما راح تستفيدين شيء. بعدين viscoelastic حتى لو حطيتي يعني so what you are not treating the pathology. The direct cycloplexy. أيوة direct or indirect cycloplexy. طيب بيجيك الكومبليكيشن على طول لما تقولين الدايركت اور اندايركت سايكلوبلكسي بيقول لك مثلا لو بتسوين دايركت وش الريسك وش الكومبليكيشن اللي ممكن تصير ديورينج الدايركت سايكلوبلكسي they could develop hyphema inflammation more than the indirect سايكلوبلكسي ديورينج السايكلوبلكسي ممكن يصير لك سوبراكرويدال هيمريج طيب لنفرض الحين هذه السايكلوبلكسي ابغى اوبشنز غير السايكلوبلكسي other option ابغى مساعده من صديق طيب من يساعد طيب عشان بس تو كونكلود هذه الكيس ممكن تسوين ارجون ليزر طيب ممكن تسوين ترانس كليرال ديود اور كرايو وممكن في ناس يحط لك سي تي ار في السلكس فيدف لك السيلياري بادي عرفتي؟ اي سي اي فالسي تي ار فالسي تي ار اذا جاك مثلا الانديكيشن لا تنسين هذه الحاله ان واحده منها في ناس يحطونها للسايكلودياليس كليفت مو هو بس للزونيولوباثي طيب فيحطونها في السلكس اوكي بس هذه الاسئله اللي ممكن تجيك على حاله زي كذا اوكي إن لو يبغى سايكلودياليس كليفت سواء من anterior segment أو glaucoma نفس الشيء بيسألونك نفس الشيء. أيوة. طيب لما بس آخر سؤال اللي لما تجين أنت تسوين الدايركت سايكلوبلكسي تخيطينها بتين أو برولين أوكي عشان تصير بيرمنت. عشان. Yeah. يعطيك العافية لي. شكرا. طيب مين غير ريم من يبغى يختار حالة؟ أنا ترى مركز على الR4 بس عشان يعني نشوف حالات أكثر. طيب بن مني. السلام عليكم. حياك الله وعليكم السلام. هلا حياك. طيب محمد. نعم. ترفع صوتك بس لو سمحت. كذا كويس. ممتاز. أوكي. طيب اختر دقيقة اختر رقم بري اوب ولا بوست اوب ولا انترا اوب طيب انترا اوب نمبر 3 بليز نمبر 3 طيب نمبر 3 انترا اوب سلمك الله يلا نبدأ بسم الله تعرف وش هذا الديفايس صح؟ كابسولار تنشن اي طبعا في الاختبار ما تقول انه سي تي ار يعني تقول الاسم كامل اوكي طيب الانديكيشن انت حظك في الانديكيشن انه تو جاي بعد حاله ريم
طيب تفضل قل لي الانديكيشن منشن الانديكيشن زونيولوباثي مور ذان if there is zonulopathy more than 60 degrees I believe 2 clocars and if there is cyclodialysis cleft it depends if it's a sutured or not sutured CTR. طيب الحين طيب متى تستخدم سوتشرت ومتى ما تستخدم سوتشرت؟ سوتشرت if the zonulopathy is extending more than 180 degrees I believe. لا more than 4 hours. الو لا انا معك دكتور. اي طيب فاذا مور ذان 4 اورز غالبا انت ما راح تستخدم الريجولر سي تي ار. طيب وات ار ذا كومبليكيشنز اوف سي تي ار؟ طبعا اذا قلنا كومبليكيشن دائما احنا نقسمها بري اوب بوست اوب انترا اوب. طيب فهنا ما في شيء بري اوب ففيه انترا اوب وبوست اوب. فوش الكومبليكيشنز اللي ممكن تصير من السي تي ار؟ انترا اوب ات كود بانشر ذا باج بي سي ار. أيوة. It could. ما راح تسوي PCR ترى. بس ممكن تسوي لك أشياء ثانية. Okay. يعني ممكن enlargement of PCR yes إذا في PCR فهمت علي؟ أها. It could dislodge in the AC by accident or in the sulcus. يعني أي. ممتاز. This is one complication. Yes. ممكن تسوي لك ياتروجينيك زونيولر دامج يعني بدل ما انك داخل على زونيولوباثي مثلا 3 كلوك اورز تصير 6 كلوك اورز مثلا. أوكي. فهمت علي؟ اي مع تدخيلتها يعني اذا دخلتها بطريقه غلط. فيجي السؤال اللي بعده لنفرض انت تشوف الارو حقي صح؟ يس. طيب لنفرض ان هنا عندك الاريا اوف زونيولوباثي او لنفرض انها هنا حلو اوكي هنا. فانت بتدخل السي تي ار هنا ولا هنا بدايته؟ اوكي يعني at the area of zonulopathy ولا away او 180 degree from area of zonulopathy. I'm not sure I think at the area of the zonulopathy at the area. اي يعني انت تحطه at the area of zonulopathy لان لو حطيته في الجهه الثانيه بتسوي دامج بتسوي ياتروجينيك زونيولر دامج. اوكي اوكي فهذا السؤال يعني ما تتخيل انه دائما هو اول سؤال اصلا حتى في لو تدخل انت عمليه بتحط السي تي ار بتبدا تفكر وين المفروض احطه يعني في اي مكان. فهمت علي؟ yes. طيب فهذه الان الانترا اوب والبوست اوب ممكن يصير له ديسلوكيشن مع الباك في الفيترياس. yes. اوكي طيب طيب وات ار ذا كونترا انديكيشن اوف سي تي ار؟ ترى هذه الأسئلة اللي بتجيك عليه يعني ما راح يكثرون عليك أكثر من كده. Okay. PCR. PCR. ولا anterior capsule extension. Yes. طيب او اذا مثلا اذا ما هو سوتشرت انه مثلا عندك 180 ديجري مثلا زونيولوباثي ما راح تحطه فمور ذان مثلا 4 كلوك اورز اصلا المفروض ما تحط الا واحد سوتشرت. اوكي يعني سي تي ار. طيب ف طيب السايزز فيه السايز يعتمد على شيء معين يعني اذا جيت بتختار السايز حق السي تي ار وش لازم تشوف عشان تحدد السايز المناسب لهذه العين؟ الكورنيال دايمتر؟ لا شيء ثاني الاكزيال. طيب فاذا less than 24 تستعمل السايز 10-12 اذا من 24 الى 28 تستعمل 11-13 اذا more than 28 تستعمل سايز اكبر اللي هو 12-14. طيب ولكن غالبية الناس يقول لك انا باخذ الافرج اللي هو 11-13 وبحطه لكل العيون. طيب السؤال انك لنفرض ان مثلا انت حطيت حجم اللي هو الميديوم سايز اللي هو 11-13 حطيته في سمول جلوب هل بيصير مشكله؟ غالبا المشكله اللي بتواجهك الانسيشن بيصير صعب ولكن في الاخير اذا دخلته وخلاص وثبت خلاص ما عاد تفرق حتى لو حطيته حجم اكبر. فهمت علي؟ ولكن لو انت مثلا العين مره كبيره وحطيته حجم صغير
ما راح تاخذ الافكت اوف سي تي ار. يعني لازم يصير هو مسوي يعني سحب للباق على جهه الزنيوز، فهمت علي؟ فهذه النقطه. بعدين طيب الان when to insert the CTR، هذا السؤال اللي يعني حتى في الامريكان اكاديمي دائما حاطين لكم اياه زي الجدول وينسال على السي تي ار، يقول لك would you like to insert before الفيكو or after فيكو، what are the advantages or disadvantages of each one، سواء دخلته قبل الفيكو or after فيكو. If you insert it before the FACO, you have a stable bag to FACO with. صح. But if you insert it after the FACO, I mean, while you're doing the FACO, you have, even if the bag is stable, if you drop the nucleus, you're dropping the whole complex with the صح. CTR. صح. ولو جات PCR برضو. صح؟ Yes. طيب، نظر، إذا قبل الفيكو الادفانتج زي ما انت قلت انها الاستابيليتي احسن للكبسول او الباب، ولكن الديس ادفانتج ان الانسرشن حقه بيصير صعب، خاصه اذا هي دنس كاتراك، اذا فيري دنس بتصير مره صعب انك تدخلها. الشيء الثاني ان الكورتكس ريموفل بيصير اصعب لو دخلته من البدايه، ولكن لو دخلته بعد ما زي هذه الحاله مثلا سويت الفيك وشلت الكورتكس رحت حطيته، فبيصير الانسرشن ايزير لان ما في نيوكليوس وش اسمه لا اله الا الله. والديس ادفانتج انه الاستابيليتي حقت الباك كانت يعني نوت ستيبل ديورينج الفيك، فهمت علي؟ طيب هذه بس كل الاسئله اللي ممكن تجيكم على السي تي ار، ما في سؤال غير هذه الاشياء، يعني هذه كل شيء. ممكن الشيء الوحيد اللي ممكن يجيبوا لكم اياه يجيبوا لكم اشكال سي تي ارات سواء سوتشرد ولا لا، ويقول لك وش اسم كل واحد وش الادفانتج. مثلا يجيبوا لكم هندرسون طيب ويقول لك وش ميزته، يجيبون لك واحد سوتشر يقول لك وش ميزته. هذه الاشياء اللي تيجي على السي تي ار، غير كذا ما راح يسالونكم اشياء اكثر من كذا على السي تي ار. طيب يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. طيب من يبغى يجاوب غير محمد؟ محمد وريم ممكن تنزلون بس اليد؟ انا بنزلها لكم. طيب احد R3 R4 طيب انمار انا هذا دكتور. هلا حياك الله، كيف حالك؟ الحمد لله. وش تختارين، بري ولا بوست ولا انترا؟ بوست اثنين. بوست اثنين. بوست اثنين. طيب describe what you see. External photo of the left eye. أقول لك نصيحة، لا تحددين left ولا right، ترى ما عليها درجات. External photo of the eye، لا تضيعين وقتك على right ولا left، خاصة في زي كذا external، يعني ما فرقت مع ال examiner هل هي left ولا right. طيب تفضلي كملي. أيوة. So external photo of the eye showing a tight suture, limbal tight suture around four sutures seems intact, with slit photo seems like an edema or a bit مو هيزنس بس edema and a crescent subconscious hemorrhage limbal on the adjacent side. Okay. طيب في faults يعني في الكورنيا. إيه faults. طيب. ليه تتوقعين السيرجن حط four sutures؟ Perhaps there was a leak. أيوة. طيب الليك كان حط واحدة ولا ثنتين؟ ليه حط أربعة؟ وفي fold. Maybe suture was عفوا مو suture. Maybe it was too large, complicated surgery. ممكن هذه واحدة. وممكن في شيء ثاني. لنفرض انه ما كانت لارج ووند بس انه احتاجي عشان يسكر هذا الووند اربع سوتشر. فيتروس انكارسينيشن وسوى لها كات ويبغى يضمن انه يسكر الووند. I don't know. طيب ووند بيرن. طيب اوكي.
اي فممكن الاسم الثاني حقه الكورنيال انسجن كونتراكتشر. طيب فالحين نتكلم عن الليك والووند بير. طيب فتعرفين وش الساينز اوف ووند بير؟ يعني وانت تشتغلين كيف تعرفين انه صار ووند بير؟ لانك الايرلي ريكوجنيشن اهم شيء في الموضوع، لان اذا اكتشفتي متاخر خلاص انتهى الموضوع. زي هذا السيرجن مثلا اكتشف متاخر خلاص الحين يلا يسكر، ويمكن في ليك يمكن ما في ليك. ايوه whitening of the cornea limbal incision. Excellent. ممكن زي signs of melt you might notice it while you're doing your fecal. ايه او gaping كذا. طيب بس وش ال earliest sign؟ يعني متى المفروض اذا صارت انت توقفين وتتاكدين ان ما في، يعني ما في شيء قاعد يسبب wound bear؟ في sign اذا صارت قدامك تصير كثير في البيت، لدرجة إن بعدها يبدأ يعني السوبرفايزر مثلا يقول لك شوي لحظة خلنا نتأكد، اللي هو يصير شيء اسمه lens dusting or milking appearance. كذا فجأة ما عاد تشوفين شيء جوا الـ AC، كلها يصير يعني تطلع زي a lot of milky materials تغطي لك كل شيء. طيب فهذه تقريبا earliest sign. إذا طلعت جنب الفيكو هاند بيس هذه معناها أن خليك حذرة، تأكدي أنه ما بدأ يصير ووند بير. ما بعد صار بس ممكن يصير معك لو كملتي كل شوي يطلع لك هذا الميلك أبيرنس. طيب الليت ساين أنك تحسين أن الهاند بيس صار حار. بس متى تحسين أنه صار حار؟ إذا وصلت درجة الحرارة 60، فهذه very late. طيب معناها أن أصلا الووند أحترق خلاص. فنجي الموضوع وش what are the causes of wound bear؟ tight suture. إيه لا وش ال causes يعني وأنت قاعدة تشتغلين وش ال causes حق ال wound bear؟ يلا بسم الله. High power or with the low irrigation. Excellent. ليه low irrigation؟ يعني وش السبب؟ Maybe obstructed tip. أيوة ليه إذا صار obstruction يصير wound bear؟ because there is no irrigation to decrease the friction of the heat generated. أيوة بالضبط. يعني في cooling. بالضبط صح. أي طيب فعندنا ال high power، عندنا ال poor cooling current، وش بعد ال wound؟ هل في معين في ال wound؟ إذا كان في wound leak around إذا كان tight wound around the sleeve، إذا كان في wound leak فما في fluid في the AC to lower the temperature of the fecal. The wound leak هذه ممكن وممكن لا، على حسب. بعض الأحيان ممكن تسوي cooling بعضها وبعضها لا. فأهم شيء tight wound واللونج wound، هذول كلهم هو اللي تسوي لك wound bear. أي طيب و other causes the OVD، هل في cause؟ يعني I could imagine. I'm not sure, but I could imagine heavy viscoelastic could be. It could be better. يعني أو. The highest اللي هو هيلون 5. Okay. هذا أخطر واحد ممكن يسوي لك. هو it will protect the endothelium, بس ممكن يسوي لك wound bear. طيب. واللونج سيرجري. طيب. فنيجي الآن. نقول مثلا لنفرض جاء واحد و الجونيور سألك سؤال قال واذا صار مثلا ليك وما عندنا ووند بير، لنفرض انه بس ما في ووند بير بس ليك وصار كرونيك ليك، ليه احنا لازم نقلق؟ ليه احنا نشيك الليك؟ وش المشكله لو صار ليك؟ What are the complications of a chronic leak without wound bear؟ يعني it's a normal wound ما صار لها burn بس انه في ليك، بس انه جاك مثلا day 1 ليك، day 2 leak، day 10 leak، still leaking. وش الكومبليكيشنز اللي يعني تصير بدون wound bear؟ هايبوتوني، سوبراكرويدال هيمرج. ايوه what else shallow AC corneal iris touch، corneal lens touch change of position of the IOL as well. اي retina detachment، vitreous loss برضو over the days endophthalmitis هذه important.
بس إنه ممكن يصير يوفيال برولابس ممكن، بس إذا مثلاً الـ AC formed وكل شيء كويس غالباً ما راح يطلع بتريس، ولكن endophthalmitis زي ما قلتي. وممكن يصير أهم شيء مع الكرونيك إنه يصير epithelial downgrowth، فخلاص يصير زي الفستولة، فهذه من أهم الأشياء اللي لازم تنقال في الاختبار. طيب فهذا الحين complications of chronic leak without wound bear. طيب لو فرضنا إن في wound bear، what are the complications of wound bear؟ يعني هذا المريض الحين عنده wound bear، وش ال complications اللي ممكن تصير؟ gaping of the wound, difficulty of closure. أي. And astigmatism برضو مع ال contraction later طيب on. What type of astigmatism؟ إذا هي زي كذا horizontal with the rule غالباً اللي يجيهم غالباً يصير ترى irregular astigmatism. أوكي. طيب طيب وطبعاً والpersistent leak. طيب التريتمنت إذا أنت مثلاً لنفرض أن مثلاً الirre recognition أنك أنت على طول تشيك على الwound حقك هل هو tight ولا لا، تشيك على الفلوابيليتي جوا الاي سي، تشيك على والله هل التب مسكر او لا، يعني هل في كرنت الفلويد ولا لا، هذه الاشياء اللي في الايرلي ريكوجنيشن. ولكن لنفرض ان الان صار عندك ووند وجيتي تسكرين الووند، وش نوع السوترينج تكنيك اللي البريبيرد سوترينج تكنيك فور ووند بير اللي هي جيب سوتشرز مالتيبل انتربتد سوتر اسمها هورمونال جيب سوتشر، ما شاء الله عليك. طيب لنفرض انه ما تسكر بالسوتشر، You can check if a sidal test if it's still positive tissue okay. adhesive. You can use contact banded contact lens and decrease the IOP with aqueous suppressant. ممتاز. يعني ممكن تحطين جلو. ممتاز. طيب. Post operatively طبعاً أنت عندك الليك والcomplication حتى وعندك الاستigmatism. الاستigmatism وش ممكن تسوي له؟ لنفرض الحين you managed الليك خلاص انت ما شاء الله قلتي كل الاوبشنز حقت الووند بيرن كتريتمنت، ولكن باقي الاستيغماتيزم عندك الريجولار استيغماتيزم، وش ممكن تسوي للمريض؟ يعني اعتبري كانك كرات كونس مثلا، اذا ما نجد الليك ما في ليك صح؟ ما في ليك بس عندك الحين الريجولار استيغماتيزم، يعني وقف الليك ولكن الكورنيا صارت الريجولار. If the wound is healing, I can remove the suture, this one by one. Hey. عشان to avoid the contraction. ممكن استخدم contact lens or glasses. ممكن later on إذا هي صارت scarring أكون invasive أسوي AK. صح. طيب ال contact lens وش نوعها اللي بتحطينها؟ لل regular astigmatism يعني ما هي regular. يعني هل بتحطين سوق ولا هارد؟ ال هارد. الregular هارد. ها يس. طيب الآن ما شاء الله عليك أنت غطيتي هذا كله. طيب الحين لنفرض أن جاك سؤال ثاني على نفس الصورة، ولكن لنفرض أنه ما صار wound bear بس post operative cataract يعني leak regular wound. ف how to manage the leak post operatively؟ لنفرض أنت سويتي اليوم فيك وبكرة جاك بليك. أوكي leak depends on إما في wound burn. طيب I will check for side of test إن أنا في wound leak. I will check AC depth and intraocular pressure. If cornea and lens touch had important, I have to put viscoelastic في AC and reform the AC. If it's not that severe, I can try with contact lens and aqueous suppressant first of all, and then follow up the next day. يعني وش بس عشان بس ألخصها، يعني الأشياء اللي أنت بتشوفينها بتشوفين في ليك الحين، وش الأشياء اللي بتشيكينها؟ الليك الـ IOP AC depth and الـ AC إذا شلو معناها أنك you will researcher على طول day one صح؟ yes. طيب والـ AC depth وش غيرها بعد؟ الفندس check there is no suprachoroidal suprachoroidal عفوا choroidal detachment or retinal detachment subsequently intraocular pressure given what else إذا كانت الوند أصلاً suture sutureless or with suture. طيب
طيب خلينا نقول شيء قبل ما نجي للسوتشر بعدين برجع للسوتشر. من أهم الأشياء تشيكين إذا في iris at the wound ولا لا. إذا في iris أي لازم تسوين iris repositioning وformation للanterior chamber وبعدين سوتشر. خلاص صح. لازم تسوين سوتشر. الأشياء اللي بتشيكينها بتشيكين على هل في iris، هل الـ AC formed ولا لا، الـ intraocular pressure، الـ posterior pole، وهل في سوتشر ولا لا. طيب طيب لنفرض ان في سوتشر وفي ليك، فوش الاشياء اللي بتشوفينها في السوتشر عشان تو مانج ذس ليك؟ يعني ممكن السوتشر ما هي كويسه وممكن السوتشر كويسه، هي واحده من الثنتين، يا انها لوز سوتشر كات سوتشر او انها ايش اسمها سوتشر تراك ليك مثلا تشز عادي بس ريبوزيشن. ممتاز. سوتشر تراك ليك انك تشوفين الليك نفسها طالع من السوتشر نفسه من التراك حقها ما هو من الووند نفسه. طيب وش ممكن بعد تشوفين في السوتشر؟ هي اربع اشياء. اوكي اتس نوت لوز نوت كات سوتشر تراك. اذا ما في جيبنج واحده تايت والثانيه تو لوز ما ادري ديبس هي نفسها لانها لوز بتصير في الاخير. ما في انفكشن suture related abscess. First day يعني غالبا ما راح يصير شيء. تشوفين الorientation حقها هل هي oriented to the wound ولا بعض الأحيان oblique على الوون. إذا هي ما هي perpendicular to the wound معناها أنه ممكن تسوي لك fish mouth كذا كأنها مسكرة مكان ومكان ثاني فاتحته. إذا هي مايلة فهمتي علي؟ فالorientation حقها للوون حقك مرة مهم. واضحة؟ واضحة. طيب والشيء الثاني تشوفين النوت وين؟ ممكن النوت هي اللي مسوية هي اللي فاتحة الوند. طيب فأهم شيء إنك تتأكدين هل هي راديال سوتشر ولا لا. طيب لنفرض أن إذا صارت مثلا في مشكلة في السوتشر معناها you have to cut the suture and check for يعني for leak again إذا يحتاج replacement أو لا. طيب لنفرض أن ما في iris at the wound وال AC4 وما في سوتشر sutureless wound بس في ليك، فوش ممكن تسوي؟ again دكتور معلش عيد، ما في iris على الوند، ما في iris ولا في شيء وال AC formed والبريشر كويس بس في ليك. contact lens and aqueous suppressant. ايوه و other options ممكن إذا ما نفع contact lens aqueous suppressant و persistent I can put glue or suture eventually. طيب الآن عندك يا أنك تعالجين ببانديج contact lens أو أنك تسوين double batch و Diamox مثلا. صح. أوكي طيب فكم المدة اللي أنت ممكن تنتظرينها عشان يوقف الليك بعدها بتقولين حتى لو أنه يعني على قولتهم low risk أو إن مثلاً straight forward leak بعدها خلاص لازم أسوي سوتشر. طبعاً بتقولين ما في agreement بقول لك yes ما في agreement ولكن الأمريكان أكاديمي كاتب لكم الجواب اللي هو يبغاه. 5 days؟ لا 24 to 48 hours بس في ناس يقول لك يعني 2 to 3 days بعد العملية بعد ما تشوفه بس إن في الأمريكان أكاديمي كاتب لك up to 48 hours من يوم تشوفين الليك. طيب طيب هل ممكن تعطين سايكلوبليجيا؟ يعني ممكن تعطين سايكلو؟ يس بميديكال تريتمنت ممكن بروفيلاكتيك سايكلو عشان ما يكون في تاتش وديبن الاي سي ممكن توبيكال انتيبايوتكس وي كونتينيو اون ات وممكن وي ديكريز الكورتيكوستيرويد عشان دازنت انكريز البريشر برضو في الليك. ممتاز. ترى هذه عن تو سلايد صراحه لان فيها الليك وفيها الوند بير فما شاء الله عليك الله يعطيك العافيه. الله يعافيك شكرا. طيب نرجع الحين طيب فهذا الملخص حقه نفس الكلام اللي تو قلناه البوست اوبريتيف وند ليك وهنا الاميديت انترفينشن متى نسويها فنفس الاشياء اللي احنا تكلمنا عنها. طيب طيب من فيه R4 يبغى يجاوب؟
متى ما تبغوني أوقف وقفت. الحالات قدامكم وأنتم تختارون على راحتكم. طيب في R3 يبغى يجاوب؟ طيب أهلين ريم، هلا حياك. طيب ريم تختارين الرقم؟ احنا اخترنا 9 و... والله نجرب ندخل عليها إذا صارت محلولة. طيب اوكي 2 بوسعب اتوقع هذا سألنا اوكي. طب ايه هذا ايه طبعا يمكن intraoperative 4. طيب هذه سؤال عن الفلويدكس. طيب اوكي دقيقه بس شوي خلي عشان بس يتحرك. وانتي تشتغلين الفيكو صار لك زي كذا البيسز ما هي راضية تجي للهاند بيس، فايش نسمي هذه اذا ما هي راضية تجي؟ شاتر. لا ما هي شاتر. He's because either the power is too high, it's pushing away the lens. لا انتي يا الحين وانتي تسحبينها لك انتي ما تحطين باور المفروض. اوكي هي ما هي راضيه تجيك بس انت ما بعد مسكتيها فما بعد حطيتي باور المفروض انت على ستيب 2 يعني انت تشتغلين. اوكي سو الريجيشن از تو هاي اتس بوشينج اواي ذا لنس. لا اول شيء وش اسم هذه الفينومينا اللي صارت؟ ما بور فلويبيليتي. بور اوف فلويبيليتي اي يعني انها ما هي راضيه تجيك. طيب في هولدبيليتي في فلويبيليتي فهذه بور فلويبيليتي انها ما هي راضيه تجي للهاند بيس. اوكي فوش الكوزز ليه يصير زي كذا؟ يعني انت لو صار لك في العمليه زي كذا انك تحاولين انك تسحبينها جهتك ما هي راضيه تجيك. طب first cause is ان الشامبر تصير open chamber اذا كان open chamber انه ما في الفلويد الفلويدكس is not coming back to me. Second is the irrigation is too high. إذا ما يجيك الفلويد وش معناها؟ يعني وش الشيء اللي في السيتينجز في البارامترز قليل؟ الفاكيوم هو الاسبيريشن مينلي. يعني الاسبيريشن هو اللي يحدد الفلويبيليتي. طيب فأنت لو فرضنا أنك الحين تبغينها تجيك وش الأشياء اللي لازم تشيكينها؟ يعني أنت بتشيكين الاسبيريشن وش الأشياء الثانية اللي بتشيكينها في السيرجري حقتك؟ الحين خلصنا الفلويدكس المشين بتشيكين فيها بس الريجيشن، ولكن وش الاشياء اللي في العمليه اللي تخافين انها هي السبب انها ما هي راضيه تجيك البيسز؟ ان الاوبن تشامبر يعني الليك الويند ليك. ايوه ترى الليك يعني ممكن وممكن لا، يعني على حسب كم البالانس بتوين الريجيشن والاسبيريشن، يعني فيها تفصيل. بس في شيء مهم ان كومبليكيشن صايره، ممكن صار بي سي ار عشان كذا او في فيتريس عشان كذا ما هي راضيه تجي. اي الشيء الثاني ممكن ان البيس هذه كونكتد الاذر بيس فما تقدر تطلع من من الباك، فمعناها ان انكمبليت فراكتشر اوف ذا نيوكليوس. طيب فال to solve this issue انك تشيكين هل في اصلا هذه الكومبليكيشنز ولا لا. اذا ما في تروحين انت تزودين الاسبيريشن. بس اذا زودتي الاسبيريشن وش المفروض تسوين في الفلويدكس؟ لازم شيء تعدلينه. increase bottle height. increase the bottle height. excellent. طيب فهذه من المحاضره اللي اعطيتكم اياها اللي هي بور فلويد. طيب الحين بنجي لنفرض انك الحين you are holding the piece. طيب بس وانت اذا جيتي تاكلين ضغطتي ستيب 3 ابعدت. اوكي هذه وش اسمها؟ هذه ريبولشن.
ايوه اسمها الثاني وشو اللي هي شاترينج ايوه هذه وش مشكلتها ان الباور از هاي ذات بوشز ذا لينس اواي ممتاز طيب هاي طيب ممكن انت تعلين يعني في ناس يستعملون الباور 100 وما يصير لهم ليه ان ما يكون في سيل between the phaco tip to the lens particle that pushes it away or the aspiration is too high ليه يعني الاسبيريشن الحين قلنا وش يسوي في البيس يجيبها لك صح هي والفاكيوم طيب فهذه اتراكتيف فورس بس yes. انت اللي جبتها بعيد الريبلسيف فورسز اللي هي الالتراساوند اللي هي ستيب 3 Yes. فبالعكس انت لو عندك هاي اسبيريشن وهاي فاكيوم معناها النيوكليوس هذه بتلصق في الهاند بيس حقك ما راح تبعد حتى لو الباور عالي مره لانها هي الاتراكتيف فورس فهمتي علي ايوه اي طيب فالفكره انك تقللين الباور او تزيدين الفاكيوم والاسبيريشن يعني انكريز الاتراكتيف فورس او ديكريز الريبلسيف فورس ايوه حلو طيب بس أبى أقول لك الأشياء الثانية ممكن تحطين off cycle مثلاً أنتي تحطين مثلاً burst mode أو pulse mode لأن فيه off cycle فيزيد مدة أو يقلل مدة إن الألتراساوند اللي قاعد تدف فيها النيوكليوس الشيء الثاني ممكن تحطين torsional أو ellipsoidal أو rotational على حسب المشين حقتك إنه بدل ما إنها رايح جاي الفيكو تيب لا يصير يتحرك على يمين ويسار عرفتي أيوة. فبدل ما انه يدفها يصير لا يمين ويسار يقلل الريبلسيف فورسز ويقلل الشاترينج yeah. طيب فهذه بس هذه فاحنا عندنا اتراكتيف فورسز وريبلسيف فورسز فاحنا يا نزود الاتراكتيف يا الريبلسيف نقللها كيف نقللها بتقليل الباور او نحط مود فيه اوف سايكل او نحط تورشنال بدل ما انه الترا ساوند يعطيك العافيه عافيك شكرا هذه الاسئله اللي على الفلويدكس اللي ممكن يجيبون لكم اياها ترى بس هذه السؤالين اللي غالبا بيجيبونها لو يعني جاكم سؤال على الفلويدكس طيب شكرا يعطيك العافيه طيب احد ثاني انا ودي نخلص حالات اكثر عشان كذا بساعدكم في الاجوبه بس نبغى نخلص حالات اكثر طيب بعد إذنك ينمار فيه دكتور محمد السلام عليكم هلا حياك الله كيف حالك؟ ترى صوتك بعيد شوي معلش كذا أحسن؟ إيه ممتاز كذا طيب اختر رقم يا انتروبل ما أدري الله وش قلنا في الانتروبلتو اختر من الانتروبلتو تبغاني اختار لك؟ إيه ما ترى والله أنا ما أعرف وش عشان تصير في الصورة بختار لك خمسة يلا توكل بسم الله طيب هذه اوكي سو اي ثينك ذيز ار ديفرنت مودلز اوف كابسولار تنشن رينجز از ويل از يو نو يا نو ذي اولموست موستلي ار كابسولار تنشن رينجز اي دونت سي اني ايريس رينجز ايريس سوري كابسولار تنشن هوكس يس طيب ممتاز ف بسالك سؤال هي صح جوابك ما شاء الله هذا وش فرقه عن هذا هذه كلها MST بس هذا first generation هذا second generation okay so I think the one on the right is a little bit you know bulky and the insertion would be difficult compared to the one on the left but it would provide more support in terms of the capsule itself by being more broad at the equator and also if you notice that the shaft is a little bit curved on the one on the left that yes. will give a better angle in terms of support and will not kink the capsular anterior capsular edge anteriorly طيب هم صح كلامك كله صحيح ولكن لما جو يحطون الفيرست جينيريشن للسكند جينيريشن هذا السكند جينيريشن كان عندهم هدف صغروا هذه تشوفها معي يطلع لك الارو صح لا اي هذا تصغروه حطوه هنا صغير مره ليه حطوه صغير So as mentioned, could be due to the insertion would be more more easier, much easier. For لا 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 حطينا شيء ثاني غير الانسيرشن. Maybe IOL would be more convenient or you know
لا هو اللي سواه الحين الناس صاروا يستعملون هذا بدل هذا بس ليه يعني هذا وش مشكلته اللي ممكن تصير could it be like more challenging or removing the cortex لا. broader لا. لا هو له علاقه بالسي تي ار I'm not sure. I mean, the only thing I think about is that maybe CTR might be entangled within the capsular ring. أيوة في في الكابسلة قصدك hooks مو برينج. Sorry, yeah, hooks. Yeah. CTR ممكن يدخل هنا في هذه الفتحة ويكمل يلف. فهمت علي؟ Yeah, I get your point. يعني أنت تيجي تدخله يدخل في هذه ويكمل لفة. بعدين إذا جيت تشيل هذا ال hooks بتتورط أنت ما تقدر تشيله خلاص مسك في ال في ال CTR. فعشان كذا هم صغروها فهذه اهم ميزه للسكند جينيريشن عن الفيرست جينيريشن تقول لي الكيرفيتشر تقول لي السايز اقول لك يس بس اهم شيء انهم صغروها وحتى لما يجون يسوقون لا يقولون ان صغرناها لانه اذا مسك السي تي ار ودخل فيها تقريبا شبه مستحيل انها تطلع خلاص يعني بتتورط في العمليه بتدخل في هم في العمليه مو طبيعي لانك كل ما سحبتها بينسحب عليك السي تي ار فبيصير مور زونيلر دامج طيب اي طيب تعرف بس السؤال الاخير بس عليها انها تعرف وش الماده اللي مصنعه منها هذه I would say PMMA but انا كنت اتوقع PMMA زيك بس لما دخلت موقعهم كاتبين نايلون بس انا كنت اتوقع انها PMMA صراحه حتى ما ادري يعني استغربت مره طيب هذه MST قلنا first generation second generation طيب وهذولي طبعاً بس عشان أوضح لكم هم ممكن يجيبوا لكم هذه ممكن يجيبوا لكم آيرس هوكس ولا مليوغن وهذه الأشياء وأنواعها ويقول لك وش أسماءها وممكن هذه يقول لك وش أسماءها وممكن السي تي آر يقول لك وش أسماءها فلازم تحفظون الثلاث أشياء هذول أسماءها على أشكالها فهمت علي فهنا وش الأسماء حقتها I'm not sure but I remember like we have مكول أيوة مكول اللي على الراي أي left I'm not sure to be honest. Capsule care. Capsule care. اي. اوكي. طيب فهذه الاربع انواع هي المشهورة اللي المفروض انك بس تصير عارفها، البقية ما يحتاج. طيب فيعطيك العافية محمد. هذه بس الأسئلة اللي على الكابسولة. يعطيك العافية شكرا. الله يعافيك. طيب في أحد ثاني؟ طيب انمار تو أنت بتجاوبين. يلا طيب. يلا حياك الله طيب اختار يعني ما ادري شو اخترته قبل بس بقول 8 بوست اوبراتيف 8 بوست اوبراتيف طيب ديسكرايب اوكي ديسكرايب اي بس ترى للتشات انا والله ماني بقادر اقراه لان اذا فتحته يتسكر علي نفس السلايد تصير مره صغيره اي تفضل يلا ديسكرايب اوكي external photo of the eye with dilated pupil subluxated lens with exfoliation material on the capsule ممتاز ممتاز طيب type of IOL do you think this is single piece ولا three piece single piece single piece طيب طيب وش تتوقع المريض هذا ممكن يشتكي منه ديبلوبيا maybe photophobia okay maybe photophobia برضو اذا كان في shaving glare وش بعد I'm thinking pseudo exfoliation of intraocular pressure optic dysfunction لا لا انا اتكلم عن الاي او ال انها سبلكسيتد اي ف اوكي سبلكسيتد استيجماتيزم او ديبلوبيا اي يا ديكريز فيجن استيجماتيزم ديبلوبيا انت كده بس ليها استيجماتيزم اعطيك 100 على هذا السؤال ايش ليه؟ ليه استيغماتيزم ليه استيغماتيزم
tilted disc, a tilted IOL. Sorry. أيوة tilted IOL. فالtilted IOL تسوي لك astigmatism. تسوي لك change في refractive error و astigmatism. عاد ماني مصعبها عليك وبقول لك طيب إذا tilted vertically ولا horizontally، بس أهم شيء إنك تعرفين إن tilted tilt نفسه يسوي لك astigmatism. طيب طبعا إذا جيت تجاوبين في الاختبار أنت جوابك 100% صح، بس لو بتجاوبين مثلا في اختبار ويبغون يعقدون الموضوع بتقولي لهم في البداية based على type of IOL، هل هي monofocal ولا trifocal. فالtrifocal أي subluxation على طول بيصير البيشن symptomatic، ولكن المونوفوكال لا، لازم تصير significant subluxation زي كذا يعني عشان يبدأ المريض يشتكي، ولا ممكن يصير asymptomatic. طيب 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 لنفرض ان هذا المريض جاك في العياده، كيف بتفحصينه؟ هل بتفحصين على سلتلام بس وخلاص؟ No, I will take visual acuity corrected and uncorrected intraocular pressure. I will check him undilated to check if this subluxation is significant in bisecting pupil or not. And dilated as well. Check the zonules, the capsule integrity. إذا كان في zonule dialysis as well ولا cut zonules أو يعني إيش أقول إيه stretched zonules ولا فيها pseudo exfoliation like this. ممتاز. إيش برضه؟ طيب لنفرض إنك أنت you want to check the stability of the bag. هي واضح إنها unstable ولكن ممكن. Yes. ممكن ان الباك ستيبل مثلا اللي نفرض الكابسول ريكسس في النص ولكن الاي او ال سبلكسيت، ممكن لارج باك، ممكن الهابتك منكسر، ممكن اشياء كثيره. فكيف تتاكدين ان الباك كويسه يعني الانتجريتي حقتها؟ يعني كيف تفحصين كلينيكال اكزامينشن؟ اي كلينيكال اكزامينشن. لاني كنت بقول يو بي ام، بس انه اذا كلينيكال اكزامينشن وذ دايليشن. اي بس لازم تفحصينه اذا جيتي اذا صار لك زي هذه الحاله، تفحصينه برضو ان سوباين بوزيشن، لازم ما ينفع بس على لازم سوباين بوزيشن عشان تشوفين الاي او ال ممكن تدخل في الفيتريس. فهمتي علي؟ فممكن ما تصير اصلا انتيرو سيجمنت كيس، ممكن تصير ريتنا كيس، لان اذا دخلتيه العمليات وهو في سوباين بوزيشن ممكن يو كانت ابروتش الاي او ال والباك. فهمتي علي؟ فهذه من اهم الفحوصات. Yes. اللي تسوينها عشان تتاكدين يعني ان الانتجريتي حقت الزونيوز. طيب فهذه الان موضوع الاي او ال. في شيء ثاني انت قلتيه مره كويس، انك تفحصينه undilated. طيب ليه undilated؟ to check if it's not bisecting the pupil, it's not causing it. في شيء ثاني برضو تشيكينه إذا undilated. The angle with gonio. ما في push of the lens. لا. أنا جاني واحد في العيادة وفحصته بس دخلوه وهو dilated وزي كذا تقريبا، قلت لهم لازم يجيني مرة ثانية أفحص undilated. أنا أعرف أني I will go for surgery، خلاص ما عاد يبغالها. ليه؟ لاني انا ما راح انتظر لما تصير يعني زونيولوباثي اكثر وتطيح الاي او ال في الفيتريس، خلاص انا اي ويل جو فور سيرجي، بس جبتها افحصها مره ثانيه. تتوقعين ليش؟ ما اعرف. لا، لان بعض الاحيان يصير البيوبل اصلا دايليتد، عنده مثلا يوريت زباليا سيندروم، يصير عنده كومبليكيشن من العمليه الاولى، فصار الايرس مره كبير لدرجه انه اصلا انت تتوقع انه دايليتد وهو ما هو دايليتد، هو اصلا عنده يعني لارج بيوبل يصير. فوقتها بتحطين انيريديا اي او ال سكليرال فيكس بدل الاي او ال العاديه. هذه انا صارت لي وقريب يعني. فهمتي علي؟ يعني لو اني شايفه زي كذا وما طلبت اني اشوفه مره ثانيه كان دخلت وحطيت له اي او ال بعد العمليه، او خيطتها او سويت وات ايفر بعد العمليه، بكتشف اني لازم اغيرها، اسوي اكستشينج واجيب انيريديا اي او ال. فهمتي علي؟ فهذا الشيئين اللي لازم تشيكينهم في البيشنت undilated، انك تتاكدين هل البيوبل اوكي ولا لا، ولا انه لا يعني خلاص صار fixed dilated يوريت زباليا. والشيء الثاني انك زي ما قلتي على ال undilated. طيب لنفرض ان دقيقه
أعتقد أنها طيب هذه نفسها حلو ولكن هذه لو تفحصينه وهو in supine position غالبا ما راح تشوفين الاي او اي. طيب لنفرض انك انت بتدخلين العمليه وش بتسوي له وش الاوبشنز اوف تريتمنت فور ذس بيج ايرس سوتشرد اي او ال سكليرال فيكست اي او ال لان السيمز ان الباقي كلها زونيوز من فوق مقطعه ف تعرفين وش هذا اللي هنا هذا زونيوز اي الزونيولز ليه شكلها كذا بريتلد لا هذه عليها ديبوزيشن للسودكسوليشن عرفتي اي بس انها مقطعه زي ما انت قلتي فانت ممكن تسوين سكليرال فيكسيتد ممكن تسوين ايرس فيكسيتد او اي سي اي او ال طيب ولكن ايرس فيكسيتد للسودكسوليشن في كثير ما يفضلونها طيب ولكن انها وان اوبشن طيب وطبعا بتسوين غالبا بلس اور ماينس انتيرو فيتريكتومي ولكن غالبا انك بتسوين انتيرو فيتريكتومي بس بلس اور ماينس طيب فهذه الاسئله اللي عليها بس الله يعطيك العافيه شكرا الله يعافيك طيب احد ثاني تبغون نوقف ولا تبغون نكمل الحين لنا ساعه اللي يريحكم نكمل دكتور أنا من خلصهم كلهم لا من تبقى دين تخلصهم كلهم كثيرة مرة ترى أحس خلصنا يمكن فوق النص والله ما أدري طيب يلا دامك أنت ريم موجودة اختاري طيب هنخلص البري أوبراتيف طيب أنا واحد واحد طيب شنو مع الأيرس أوكي طيب هذه بري أوبراتيف طيب واحد يلا describe what you see. Okay, this is a slit lamp photo of the right eye with diffuse illumination. My attention is drawn toward the iris. I see that the iris is dialyzed from almost 2 o'clock till 7 o'clock. With the lens seem the zonule seems intact inferiorly. However, the IOL is slightly slanted superiorly. هذه segment segmental iridodialysis, صح؟ Yes. طيب, how to grade the iridodialysis? I think by degree. Moderate, في massive. I think by degrees, by clock hours. أي كم؟ I don't know honestly how. طيب طبعا المينيمال أقل من 45 ديجري الماسيف more than 120 ديجري in between this is moderate. Okay. طيب ف how to approach this patient يعني history examination. So I would ask the patient in terms of if he has diplopia, photophobia, or glare. I would ask the patient if he had any history of trauma. طيب تسمح لي بس أقول لك يعني ترتيبة شوي للهيستوري. تسألين عن السيمبتومز اللي تتوقعين من هذا المريض. تسألين طبعاً عن systemic ocular يعني. History. ففي السيستميك تسألين عن أي شيء ممكن يسبب لك زي هذه ال ريدودياليسيس. طيب. فأنت تجيبين الكوزز حقتها الديفرنشيال وبعدين تبدين تسألين عنها عن الكوزز نفسها عن الريسك فاكتور وعن الأشياء اللي أنت تتوقعين مسببتها. فنبدأ زي ما أنت قلتي تسألين عن إيش؟ Trauma, history of surgery. أي. I think those are the main two things that causes iridodialysis. طبعا وش الديفرنشيال اذا ما هي iridodialysis يعني في اشياء ثانيه تسببها يعني تشبه هذه انيريديا انيريديا ما تصير كذا كولوبوما كولوبوما يس وش بعد PI large PI can اوكي مره كبيره يعني iris atrophy either due to syndromic or ice ice
eyes are accent filled winner. ايوه اي فعندك هذا تقريبا المين ديفرنشال يعني يا انها تروماتيك يا انها كلوبوما يا ايس يا accent filled. طيب فالان نجي للهيستوري قلتيها. طيب وش الحين اسالي عن السيمتومز اللي ممكن تتوقعين لهذا المريض والبريزنت ويل زي ايش؟ ديبلوبيا جلير وفوتوفوبيا. فوتوفوبيا او صحيح. طيب طيب examination ما شاء الله غطيت انت الهيستوري يعني تغطيه كويسه. من ناحيه examination I would look for signs of trauma because this might develop from blunt trauma, so blunt trauma can affect multiple stages multiple anatomical parts of the eye من orbit to the optic nerve. So any signs of trauma زي corneal descent membrane rupture, hyphema, angle recession, ممكن حتى retinal detachment breaks, optic nerve avulsion, any signs of ocular trauma. And then with trauma في شيء اسمه seven rings of trauma. Seven rings, ايوه. فأنت تقولين I will check for the seven rings وبعدين you mention it. بس على الأقل أنك تقولين seven rings على الأقل أنه يعرف أنك أنت you will mention seven. أي. طيب. أي. طيب بس أنت في البداية لازم تقولين I will check. I VA. VA. IOP. Extraocular motility. Both eyes. تسوي له refraction. تشوفين في ABD ولا لا. فإذا بتشيكين ABD لهذا المريض كيف بتشيكينه؟ Reverse APD. أي. بتسوين gonio. Yes, I can do a gonio. ليه تسوين gonio؟ عشان it's an angle recession and plus أنا في ممكن يكون في أي ريدو دايسس that I cannot see. طيب ممتاز. من الأنجل. طيب طيب how to treat this patient؟ so لنفترض إنه هو يشتكي من جلير. إيه. ممكن non-surgical by putting pigmented contact lens. Tinted contact lens أو sunglasses. Yeah. Sunglasses. أيوة. وش بعد؟ atropine. لا atropine is clear. في ناس يقول. ما بالmedical. كيف؟ وشو؟ يعني بالميديكال معنات اي بالميديكال انت لازم تقولين التريتمنت اوف الجلير لان قلنا ان عنده جلير ولازم تقولين التريت الاسوشيتد كونديشن ممكن عنده هاي فيما ممكن هاي اي او بي فكلها هذه في الميديكال عشان تاخذين درجات عليها يعني. ايوه طيب وسيرجيكال سيرجيكال ممكن بيبيلوبلاستي ممكن I'm not sure إذا نقدر نستخدم نفس الأشياء اللي نقدر نستخدمها في السايكودياليسيس أو لا. I'm not sure. لا مختلفة هذه. ممكن. في شيء اسمه بيبلوبلاستي وفي شيء اسمه إريدوبلاستي. وش الفرق بينهم؟ بيبلوبلاستي basically على البيبل مارجن. أيوة. الإريدوبلاستي is for the iris as a whole. للإنسيرشن للإريدوبلاستي. We can suture the iris. طيب طيب فانت طيب كيف تخيطينه باي سوتشر وش نوعها نفس اللي سكدس تن او برولين برولين ممتاز ممكن نايلون I would assume ان النايلون could cause more inflammation هو صح ك theoretical بس ان انت ما تخاف منه ما تخافين من الـ inflammation قد ما انها اصلا بتنقطع بعد فتره يعني لما تشوفين الكراتوبلاستي بعد سنتين مثلا كيف تشوفين السوتشر حقتهم ما تقدرين تقصينها بعض الاحيان من كثر ما انها خلاص ديجريدد ايوه طيب فانت if you want to go for surgery for this patient you have to consent the patient on for phaco or lens aspiration او lens extraction يعني لانه فيه posterior synechia لو تشوفينها فوق كذا فانت بعض الاحيان وانت تفكينها وانت تخيطين الايرس اصلا ممكن يول يعني فيوليت الانتيرو كبسول طيب الاذر اوبشن انك ممكن تسوي لينس اكستراكشن مع انيريديك امبلانت ديفايس يا اذا ما في بوتنشال
وش ممكن تسوين؟ يعني هذا البيشنت انت فحصتي البوتنشال عنده significant ABD وما في بوتنشال لا مع الريفراكشن ولا مع شيء. كورنيال تاتو. كورنيال تاتو ممتاز. طيب ما شاء الله عليك خلصتيها كلها. طيب تبغين نتكلم عن العملية ولا تبغون نروح سلايد ثاني؟ يعني لو بتسوين مثلا فيكل هذا البيشنت كيف how to approach this patient. ايوه بليز. طيب خلينا نفرض انك انت الان بتدخلين بتسوين اريدوبلاستي، طيب بتخيطين الايرس ولكن قبلها بتسوين فيكل، فوش بتسوين الحين؟ لنفرض انك انت جيتي بتبدين الفيكل، قولي لي اياها ستيب باي ستيب وانا بساعدك فيها. من ناحية ال خاصة نسوي المين سجنون، نحط الفيسكو إلاستيك and then we put iris hooks. لا غلط. لا إيه لا 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 لا، في شيء لازم تتأكدين منه أول. تفتحين الوند بس بتتأكدين من شيء، أنا ما في vitreous prolapse. ما في vitreous prolapse ممتاز. فكيف تتأكدين ما في vitreous؟ كريتيك سيرويد. ايوه تايم سيلون. طيب فبتحطينه وبعدين تسوي له فلاشينج بعدين تتاكدين فيه ولا لا. طيب لنفرض انه في فيتريس صار، وش بتسوين؟ بتسوين فيتريكتومي على طول ولا بتبدين الفيكو وبعدين بتسوين فيتريكتومي؟ being vitreous in the AC will disrupt my phaco at first, so I can do vitrectomy عشان يسهل علي الفيكو. ايوه اي بتسوين فيتريكتومي وبعدين. طيب لنفرض سويتي جود فيتريكتومي، بعدين اقدر احط ايروس هوكس الحين ولا لا؟ بس اول شيء حطي او في دي ات ذا اريا تتمبناد الفيتريس في هذاك المكان. اوكي فلازم تحطين او في دي تتمبناد، وعشان بعد شوي لو تحطين مثلا تريبان بلو ما يروح يدخل بورا ويسوي ستيننج للبوستيريو كبسول بعدين يولوز الريد ريفلكس. اي طيب حطيتي وحطيتي الاو في دي وبديتي الحين بتسوين وحطيتي فيجن بلو بديتي تسوين الكابسولار اكسس. اوكي قبل ما تسوين الكابسولار اكسس هو ريليس البوستيريو ساينيكيا. طيب المكان حق البوستيريو ساينيكيا في فايبروسس في الانتيرو كبسول، فايش الشيء اللي يجي في بالك لما تشوفين انتيرو كبسول فايبروسس؟ وش المفروض تسوين للفايبروسيس؟ احاول يعني ابعد عنها من ناحيه الكونستراكسس عشان ما يصير اكستنشن. عشان ما يصير اكستنشن فالفايبروسيس ترى اريا اوف اكستنشن. ممتاز ممتاز. طيب بعدين لنفرض انك الان سويتي الكابسولار اكسس وحطيتي ايرس هوكس ولاحظتي ان الزنيولز اصلا لك عليها لان اصلا جاي منها فيتريس من تحت في كل هذه المسافه، ف how to stabilize the back nucleus complex. عايز تعيد السؤال معلش؟ يعني الحين انت جيتي وسويتي الكابسولار اكسس. ايوه. طيب وجيتي وسحبتي وحطيتي ايرس هوكس وبعدتي الايرس يعني عنك خلاص. وجيتي بتدين فيكو. How to stabilize the back. ممكن احط سي تي ار. ممكن تحطين سي تي ار وممكن ايش؟ كابسولار هوكس أو كابسولار هوكس يس. أي طيب وطيب ولكن هنا السي تي آر غالبا ما حد بيحط هنا السي تي آر عشان أي عشانها كبيرة. طيب أي طيب والفلويدكس أنت تروحين وترجعين ويرجع لك فلويدكس، وش بتسوين في البارامترز حقة الفيكو داينامكس؟ I think I will decrease the irrigation عشان الأيرس doesn't flop around or تقللين من الاير الاريجيشن. وايش بعد يعني بتسوين شيء اسمه سلو موشن فيكو؟ ايوه في محاضرتي لو ترجعين لها بتلقين وش سلو موشن فيكو حط البارامترز لكم فيها. طيب انت سويتي الحين الفيكو وخلصتي الاي او ال، طيب وش الاوبشنز حقت الاي او ال؟ ممكن تحطينها في الباك او وش بعد في اوبشنز؟ لنفرض ان ما حسيتي ان الباك ستيبل وش بتسوين؟ اقدر اخليها سكلير فيكسيتد بس ما يصح احطها بالسلكس. ليه ما يصلح؟ السلكس وش يعتمد عليه؟ يعتمد على الاير بوستيرير ايرس فيس والانتيرير كابسول فيس. وفي شيء زياده؟
يعني الحين لما يجي واحد يحط يقول أبغى السلكس بدل الباك، هو يعتمد على شيء في السلكس. سيليري بادي. سيليري بادي أي. فأنت تعتمدين على الكبسول وعلى السيليري بادي. طيب فهذه السلكس، هذه ميزة إن في سلكس يعني، بس ما تقدرين تحطينها في السلكس بدون أنتيرو كبسول، لازم أنتيرو كبسول وعشان السيليري بادي تعتمدين عليها. طيب الشيء الثاني ممكن تحطين ACIOL أو سكليرال فيكس آيريس فيكس زي ما تحبين. طيب هذه الأسئلة اللي عليها بس. طيب أنت دكتور قلت إن تسوي الفيكو أول بعدين الآيريس. أي بعدين تسوي الآيريس، لأن ممكن إنك أنت وأنت تخيطين الآيريس لنفرض أنت فتحتي بالنيدل حقتك فتحتي الكبسول الأنتيرو كبسول في البريفري، فممكن تتورطين ديورينج الفيكو، فهمتي علي؟ اي. فعشان كذا انت بس ترجعين المكانه بالايرس هوكس، بعدين اذا خلصتي تفكين الهوكس وتخيطينه. اوكي. فهذه الابروتش حقها، بس اهم شيء قبل ما تبدين ترايمس عشان الفيديو. اوكي. طيب يعطيك العافيه. يعافيك. طيب متى ما بغيتونا نوقف قولوا لي. في احد ثاني يبغى يجاوب؟ طيب محمد. طيب محمد حياك الله. الله يحييك، الله يحفظك، يعطيك العافيه. يلا اختر شيء. والله I like the interoperative. I think a lot of new information. ممكن another one. Six maybe. Six. طيب PCR. اوكي. طيب. So I think in the later stages of the cataract surgery, I think we have one piece of perhaps epinucleus. But yeah, but we can see that PCR is there. Vacuum is 700. Aspiration is 50. So in this case, number one is the do not pull the phaco probe before injecting viscoelastic substance in the AC. طيب ممتاز. فأنت بتطلع السكند نستومس بتحط viscoelastic. True. طيب اللي نفرض عندك اللي الكومن viscoelastic أو OVD موجود اللي هو بروفيسك وديسكوفيسك، وش بتحط؟ So I think I'll go for this more dispersive type. Like discovisc that will temporize the anterior vitreous face. ممتاز. Yeah. ممتاز. طيب خلينا الحين نقول لك جيت وسويته الحين بالفيسكو إلاستيك ويوتم بناد الأنتيرو، ولكن how to check if there is already vitreous في الأي سي ولا لا؟ فوش التكنيكس اللي ممكن تسويها؟ تو قالت الدكتورة ترايامسلون، ولكن في أشياء ثانية بالنسبة لحالتك أنت. Yeah. طبعاً the configuration of the posterior capsule. It will change when we see like vitreous coming into the AC. We might see some expansion. Also, we can look at the the cortex itself, the behavior of it, as well as moving the instrument inside the eye while you're going at. You'll see the iris movement or something like that. That's another indication of having vitreous. Irregular pupil, غالباً إنه بيصير زي البيكن كده. Correct. طيب وفي طيب ودايركت فيجواليزيشن اوف ذا فيتريس ممكن انك انت تشوفه مثلا خاصه في الوند غالبا بتشوف الفيتريس، عرفت؟ yeah. طيب وش بعد في طريقه ثانيه يعني في نهايه العمليه اغلبيه الناس يسوونها عشان يتاكد انه ما فيه فيتريس في الوند. So you can of course inject another injection of triamcinolone or you can inject air bubble. ممتاز. طيب how to prevent enlargement of PCR. لنفرض الحين عندك هذه البي سي ار، دقيقه خلها بس ناظر، هذه البي سي ار وعندك هنا نيوكليوس او ابن نيوكليوس وات ايفر يعني، وفي كورتكس. طيب اوكي كيف تقلل ان البي سي ار ما يكبر حجمها يعني؟ yeah. تقلل الرسم. Yeah, so I think the main concept is to stabilize the anterior chamber, prevention of collapse of the AC that will invite more vitreous to come. That's an issue. Other thing that you can do is change the parameters, have low settings, low aspiration, low vacuum. That will help increase the power of a big piece that you want to eat it with good support of viscoelastic dispersive, preferably. And then proceed. If you have vitreous, you can play around with the cut IA or IA cut based on what you are dealing with.
طيب هذه بنجيها الحين. طيب خليني بس أقول لك الحين شيء. الحين لنفرض أن أنت تشتغل topical anesthesia، فمن التكنيكس برضو to minimize the expansion of the PCR أنك تعطي subtenon شوي. طيب لا تكثر على subtenon، ولكن أنك تعطيه عشان البيشنت بس يرتاح، ما يصير فيه بين، فما يعصر نفسه فما تكبر PCR. طيب لأن إذا عصر نفسه بيصير positive pressure بيطلع الفيتريس فبتكبر PCR. طيب ولكن إذا أنت تشتغل على بلوك غالبا ما راح تفرق هذه النقطة. طيب فأنت ما شاء الله غطيت كل شيء. طيب فأنت بتسوي anterior vitrectomy. طيب وش الفرق بين IA cut و cut IA؟ طبعا it depends on for example in cut IA you are cutting before you are aspirating, so that will prevent any vitreous tug or vitreous traction, which is very important. While in IA cut you are aspirating and then you are cutting. For example, if you are going for like cortex and you are away from the vitreous or like that, you can go ahead for IA cut, but if there is vitreous, it's better to do cut IA. ممتاز. طيب الآن أنت لنفرض حطيت الفيسكو إلاستيك حقك وطلعت بالسكند إنسترومنت وطلعت بالفيكو. الآن وش بتسوي؟ يعني الفيسكو إلاستيك على المنطقة البي سي آر. أوكي. وش النكست ستيب؟ أبغاك تشرح ليها ستيب باي ستيب لما تخلص العملية. So first of all, as you mentioned, we need to stabilize the anterior chamber. Injecting viscoelastic is very helpful, but also dealing with the fluidic also is very important. Some people would prefer to, at this stage, with having only cortex, might go with bimanual irrigation. That will, you know, minimize, you know, anterior chamber fluctuations. But for me, I think I would lower the settings, like aspiration down to 20. Vacuum to 200, and then proceed and assessing, of course, if there is no vitreous, would go ahead with this piece, and then proceed with the cortex in the setting of IA cut. And you can also do visco expression for this small piece. Visco expression had a very essential. انك تسوي زي الكومبارتمنت تطلعها في الاي سي وتخليها على الايرس عشان ما تطيح. Yes. طيب فهذه من أهم الأشياء، يعني أنت إذا طلعتها وحطيتها في الزاوية بعدين تسوي anterior vitrectomy على راحتك. Yes. فهمت علي؟ بس إذا في vitreous أصلاً واصل wound بعض الأحيان تصير الأمور ملخبطة عليك، ولكن إذا أنت بس في الباق يعني ما وصل للwound حقك vitreous، تجي على النيوكليوس هذه أو الإبنيوكليوس تجي عليها بالفيسكو وتدفها لما تطلعها برا الباق، بعدين تدخل عاد انت بالفيتريكتومي وتسوي انتيرو فيتريكتومي. الانتيرو فيتريكتومي عندنا كو اكزيل وعندنا باي مانوال. الباي مانوال باي ستاديز انه يقلل الريسك اوف انلارجمنت اوف بي سي ار. طيب ليه؟ لان الباي مانوال السكند هاند اللي فيها الاريجيشن تصير انت تحط الاريجيشن ما هو جهه البي سي ار، فاذا ما حطيته جهه البي سي ار ما راح تكبر البي سي ار، بينما الكوأكسيال لازم تدخل جهة البي سي آر فبتكبر عليك، لأن في الإيريجيشن قاعد يدف الفيتريس ويسوي له هايدريشن وقاعد يكبر لك البي سي آر. طيب هذه سووا عليها ستاديز وقارنوا، فهذه بس النقطة إن الباي مانيوال مينيمايز الريسك أوف إنلارجمنت أوف بي سي آر. طيب فإذا جاك مثلاً الإكزامينر مثلاً يحب مرة الباي مانيوال بيسألك عن هالنقطة. لا. طيب فالآن أنت ما شاء الله غطيتها كلها. طيب فالآن نجي الموضوع أنه IOL، هل بتحط IOL ولا لا؟ لنفرض أنك سويت anterior vitrectomy وشلت الكورتكس شلت النيوكليوس، الحين IOL. Well, in this case I think it's very important to assess the anterior capsular edge. If it's intact, like doing a sulcus IOL with the optic capture is an option, best option. But I'm not sure if like the posterior capsule is round, regular, or you want to enlarge it with no vitreous, you might also consider putting it in the back. But I think here it's the PCR is to the bigger side. And I think most likely vitreous is in the AC. So. طيب في ناس طبعا إذا صارت الانتيرو هايلويد فيس انتاكت والPCR سنترال بس ما هو واصل مرة البريفري ممكن ما يكبرها. ولكن في ديبيت إذا صارت زي كذا انه ولنفرض ان انتيرو هايلويد فيس از انتاكت، في ديبيت هل انت تكبرها ولا لا؟ في ناس يكبرونها في ناس ما يكبرونها.
انه يسوي لك بوستيريك كابسول يخليها طيب. فالاي او ال ممكن تحطها 3 بيس. طيب هل ممكن تحطها سنجل بيس في السلكس؟ You can put the haptic inside the bag and prolapse the optic in front of the anterior capsule. Excellent. هذه متى تسويها؟ يعني متى you will insist for single piece? For example, if you have, for example, uveitis, you don't want anything in the sulcus. That's ممتاز. هذه واحدة. If you don't have appropriate power, of course. ممتاز. هذه الثانية. If you think the anterior capsule is good enough and will provide support. أو إنك مثلاً أنت بحط توريك IOL ما عندك بتحطها توريك لازم في الباك فتسوي لها الكابتشر. أي طيب تقريباً أنت ما شاء الله غطيت كل شيء يعني بس دقيقة أتوقع إن فيها أي فعندنا هذه الحين فيك من زمان ما سمعت فيك دكتور لا ما شاء الله عليك تعرف كل شيء فيك. طيب هذه الحين نفس الحالة بس اللهم صورة مختلفة. طيب لنفرض أنها صار لك زي كذا during the cracking اكتشفت انه during sculpting اصلا صار لك بي سي ار. اوكي سو اي ثينك هير ذا ايشو از ويذر تو جو بروسيد وذ فيكو اور لايك كونفرت تو اي سي سي ويتش شود بي ذا بيست اوبشن بت اجين يو كان لايك ثينك اباوت ديجري اوف كاتاراكت اولسو ذا فلويديكس ذا ماشين ذات يو ار وركينج وذ بت ذا سيفست از تو جو فور اي سي سي. طيب لنفرض انك انت بتسويها فيكو انا لو اني مكانك هذه بحولها ترى اي سي سي ولكن لنفرض انك بتسويها فيكو would you like to do يعني chopping technique ولا تاكلها كذا single one piece يعني well I think the most important is to prolapse it in the AC or at the iris level at least with the good cover viscoelastic behind again with the chop I would say direct chop would be best but I'm not sure I haven't done it. طبعا هذه مشكلتها مشكله كبيره. طيب لانه اذا سويت تشوب كل ما سويت تشوبينج وصغرت البيسز فرصه انها تطيح اكثر صحيح فهمت. فيقول لك اصلا في البي سي ار اذا مثلا بقالك لاست بيس خلاص تاكلها بس مو زي هذه مثلا لاست بيس مثلا باقي لك 1 كوادرنت تاكلها كلها بدون ما تسوي تشوب خلاص ممنوع انك تسوي تشوب اذا عندك البي سي ار تحتك وكبيره خاصه لانها بتطيح فهمت علي؟ This is hard cataract, right? So. بس هذه غالباً convert. يعني إذا جابوا لك إياها يبغونك تقول convert. طيب. فبس ملخص بسيط إذا عندك isolated PCR ممكن تحط 3 piece زي ما أنت قلت في السلكس وخلاص تريح بالك أو في الباك على حسب. ولكن إذا عندك single piece هنا تبدأ الاختلافات. فعندنا لنفرض isolated PCR يعني بس عندك PCR والأنتيرو كابسول كويس يعني. وعندك سنجل بيس فتشوف انت هل البي سي ار سنترال ولا بريفرال ولا انها لار سنترال اند بريفرال بي سي ار. اذا سنترال بي سي ار نقسمها سمول ولارج على حسب 4 ملم less than 4 ملم this small larger than 4 ملم this is large. والبريفرال نفس الشيء نقسمها سمول ولارج. طيب فاذا عندك سنترال وسمول طيب انت تشوف الدايمنشنز حقت البي سي ار تخليها قريبه من يعني هذا هنا اقصر من هنا فهذه اوفل بس انه على يعني الهوريزونتال بلين هنا اكبر فتخلي الهابتكس بعيده عنها عشان يصير في مسافه للهابتكس تثبت. ولكن لو زي كذا فيرتيكال وتحطها عندها بعض الاحيان يدخل الهابتك هنا فانت ما تبغى هذا الشيء خاصه في اذا يعني انت ما انت مخطط انك تحطها في البرجر سبيس. ولكن وهذه other options انك يا انك اذا صارت زي كذا تحطها 180 degree او عفوا 90 degree away from the largest diameter of the PCR. نفس هذه يعني هذه هي نفس هذه بس اللهم هذه horizontal هذه vertical. الشيء الثاني انك تسوي optic capture او reverse optic capture عفوا ان الهابتك في الباك والاوبتك في السلكس هذه اذا single piece تقدر تسويها كذا بس الهابتك اهم شيء في الباك. إذا لارج ما لك خيار إلا بس إنك تسوي هذه أو تحط طبعاً 3 بيس في السلكس. في كل الحالات تقدر تحط 3 بيس في السلكس إذا isolated PCR يعني الأنتيرو كبسول انتاكت. إذا بريفرال PCR إذا small لازم تبعدها برضو يعني هنا الـ PCR لازم تبعدها 90 degree away from the area of PCR.
إذا لارج خلاص ما عندك إلا ريفيرس أوبتيك كابتشر. فهذه بس الملخص إن للآي أو إلز دامنا تكلمنا عن الآي أو إلز. تبغون نوقف هنا؟ الحين لنا ساعة ونص، تبغون نوقف؟ طيب ديما، ناخذ ديما بعدين نوقف. يعطيك العافية دكتور تركي. الله يعطيك العافية والله محمد، معليش نسيت أتشكر منك. أهلين ديما، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا حياك الله. ديما اختاري، طيب تبغين بري اوبريتيف ولا انترا اوبريتيف ولا بوست اوبريتيف؟ طيب ليتس تيك بوست اوبريتيف 1. ما ادري اف اتس تشوزن. لا سؤال حلو صراحه. طيب هذا البيشنت انت حطيتي له سوتشر ات ذا اند اوف ذا بروسيجر، وتتوقعين اي واحد؟ عندنا الحين تو بريسكريبشن لها، طيب لنفرض انها تايت سوتشر، فتتوقعين الازرق ولا الاصفر؟ والكي ريدنجز هل هي الاورنج ولا الجرين حقت هذا المريض؟ اي واحد اللي كومباتبل وذ ذس تايت سوتشر؟ طبعا اختاري واحده من الاصفر والازرق وواحده من الاورنج والجرين. طيب الكي ريدنجز اي بيليف اتس ذا وان ان جرين. ايوه that the steepest axis K2 is at 180 meridian. ممتازة. أيوة. And the prescription is the one in blue. ليه؟ Because this patient, the power, which is minus 2, is on the 180 meridian. قصدك يعني نحولها للبلس وناخذ ال... دقيقة أنا طالع عندي هنا على 90. أيوة، فإحنا إذا جيت لنا البريسكريبشن الأيديال إن نحولها لبلس وناخذ الأكس حق البلس. yes. طيب فزي كلامك ممتاز، يعني ما شاء الله عليك جبتيها. وبالنسبة للستيب، ستيب هنا على الكي ريدينجز ناخذ الهاير كي، فالهاير كي اللي هو 46 كومباتبل مع 180، وهنا لو حولناها لبلس فورم فبتصير هذه 180. طيب هي ما عليها أسئلة هذه السلايد، بس إن اللهم would you like to cut the suture or no. فبعض الأحيان يجيب لك إياها بطريقة ثانية، إنه يجيب لك إياها مثلاً ACCE ويقول لك هل يحتاج إنك تشيل السوتشر ولا لا، مثلاً كورنيال ACCE، وتصير ال أصلاً الستيبنينج على التيمبرال سايد ما هو على التايت سوتشر. فيقول بس تقول انه ما هي كومباتبل مع الستيبنينج اللي صاير في الكورنيا. بس هذا السؤال اللي دائما يجي عليه. بعدين بيسالون يقولون هاو تو كالكوليت السفريكال اكويفالنت. فهاو تو كالكوليت السفريكال اكويفالنت؟ اوكي اتس وي تيك ذا هول سفير وذ هاف ذا ذا سيلندر، سو اتس جوينج تو بي بلس 0.50 اور بلس. ايوه ممتاز. اي بس هذه الاسئله اللي جت عليها، يعني بس انا حطيتها لان كثير طلبوا مني اني احط زي هذه ان على السوتشر تايت سوتشر would you like to cut or no، فهذا السؤال اللي عليها ما يجي اكثر من كذا، حتى في الكلينيك ما في شيء اكثر من كذا. فيعطيك العافيه ديما. الله يعافيك دكتور. طيب الله يعطيكم العافيه جميعا. عاد للاسف ما قدرنا نكمل كل الاسئله، بس ما شاء الله عليكم جاوبتوا اهم الاسئله صراحه. إن شاء الله يوم آخر عاد إذا تبغون نكملها، إذا تبغون أجيب لكم أشياء غير الكاتراكت، مثلا إذا تبغون كورنيا، تبغون ريفراكتيف، اللي تبغون أبد كلموني وأنسق لكم واحد ثاني. والله يعطيكم العافية جميعا، شكرا لحضوركم.